دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: من لقي أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه، قال: من لقي أخاه فليسلم عليه. من لقي أخاه فليسلم عليه، التقيت بأحد إخوانك في طريق تسلم عليه، ثم إذا مضيتما معا تمشيان سويا وفصلت بينكما نخلة أو شجرة أو عمود أو سيارة أو أي شيء آخر، أيضا بعد أن تلتقي مع هذا الفصل القليل تسلم عليه. وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس، إما أنهم لا يعرفونها أو أنهم لا يعتنون بتطبيقها، مثل ما جاء في حديث المسيء صلاته، صلى ثم جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى في المسجد قريبا منهم، ثم جاء وسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى أيضا قريبا منهم ورجع وسلم. فالسلام مطلوب وإن كان الفراق قليلا، وهذا كله داخل في إفشاء السلام. وأذكر كنت صغيرا في السن وإلى جنب الشيخ الألباني رحمة الله عليه هنا في المدينة، وكنت أمشي بجنبه وحدنا، ففصل بيني وبينه سارية، فلما لقيني بعد السارية التفت إلي مبتسما وقال: السلام عليكم. قلت: عليكم السلام. قال لي: لماذا سلمت عليك؟ فما كنت أعرف هذا الحديث ولم يسبق لي معرفة به. قال لي: لماذا سلمت عليك؟ فابتسمت قلت له: السلام طيب. قال وذكر لي الحديث، فكانت أول معرفة لي بهذا الحديث من الشيخ رحمة الله عليه.